بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي غادر القاهرة للمغرب بعد الحصول على موافقة النادي لحضور الدورة التدريبية اللي بينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمدربين الأفارقة. البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك حرص على عقد جلسة سريعة مع كل لاعب بعد انتهاء التقسيمة المصغرة اللي عملها للفريق امبارح لإبداء ملاحظاته الفنية على أداء كل لاعب، وده عشان يستعد بشكل جيد وقوي لمباراة الداخلية في كأس مصر. مطار القاهرة الدولي استقبل امبارح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قادما من دبي عشان يستعد للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني لخوض مباراة غينيا وإثيوبيا يوم 5 و9 يونيو في إطار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2023. فازت مروة عيد عبد الملك محترفة كرة اليد في فريق نيس الفرنسي بجائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي لسيدات اللعبة. مروة عيد واحدة من أبرز نجمات كرة اليد اللي نجحوا في تجربة الاحتراف وسط طموح كبير في مواصلة مشوارها الفني في الملاعب العالمية لكرة اليد. منتخب الأرجنتين تم تتويجه باللقب كأس الأبطال على حساب المنتخب الإيطالي بنتيجة 3-0 في المباراة اللي اتلعبت بينهم على ملعب ويمبلي في المباراة النهائية اللي جمعت بين بطل كأس الأمم الأوروبية ونظيره اللاتيني، وجت أهداف منتخب الأرجنتين عن طريق لاوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا وباولو ديبالا في الدقائق 28 و45 و94 على التوالي. وتأهل منتخب أوكرانيا لنهائي الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد فوزه على منتخب اسكتلندا بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب هامبتون بارك في مباراة نص النهائي. وفاز منتخب ليبيا على منتخب بوتسوانا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب بنغازي الدولي ضمن الجولة الأولى للمجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية. نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن رحيل لاعبه جيسي لينغارد عن صفوف الفريق بعد نهاية عقده في 30 يونيو بعد مسيرة حافلة وقوية استمرت 20 سنة قضاها داخل صفوف الفريق. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لمصطفى ومنى عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك يا منى.